قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. شكون سيادتكم؟ حنا كنعرفوك ولكن انت ما كتعرفناش. متشرفين متشرفين. حنا كنشتغلو كنخدمو في الظل. احنا ماشي بحال الاخرين. حنا هنا باش نوضعو الترتيبات على القرار اللي اتخذتي باش تنتحر. واش قلت لكم انا باغي ننتحر؟ حنا متبعين القضيه وخصوصا المواطنين اللي كيعيشوا حاله مزريه بحال. كنتمنى هذا القرار اللي اتخذتي باش تنتحر يصبح قدوه، لانه في الحاله الراهنه ما بقاتش شي حاجه في هذه الدنيا اللي يستاهل الواحد يعيش من اجلها. لانه فيما دورتي وجهك ما كاين غير المحسوبيه والزبونيه والرشوه والحقره والقهره والخش. وفي هذا الشيء كامل ما كاينش اللي يقدر يحل فمه ويطبق مبدا من راى منكم منكرا فل كمل من عندك. وفي الحقيقة بغيتي تقول الخوف وخفتي؟ يخصك تعرف حنا عندنا كل شيء ملجم إلا الميت بوخدو ما قدروش نلجمو. علاش ما قدروش نلجمو؟ حيت الميت بوخدو هو اللي يقدر يقول داك الشيء اللي كيفكرو فيه الحيين واللي ما قادرينش يقولوه. فهمتي؟ وداك الشيء داكشي علاش حنا هنا عندك باش المناضلين الجدد ديالنا يتكلموا معاك. صيفتك ميت وقررتي انتحر. لهذا عندي سؤال وجيه
بغيت نسولك وتجاوبني بصراحة، شكون كتهم؟ راه واقيلا وقع شي غلط. أغلب هما كاينين، أغلب هما كاينين. هذاك الشيء علاش بغيناك تقول لينا شكون اللي كتهم؟ كنتهم تا واحد، كنتهم كنتهم راسي حتى انت واحد. عما غير الميت ما كيخاف. قول لينا شكون اللي كتهم؟ يلا طلقنا قول لينا شكون كتهم. خلاص نقلبها مع والدك. تفضل إلا سمحتي واحد دقيقة. دقيقة؟ دقيقة إلا سمحتي. لا سمحتي دقيقة. دقيقة. دقيقة خويا دقيقة. أبغيتي. كيظهر لي يا أستاذ خاصنا نفهموا ليه وخاصنا نشرحوا ليه علاش هو قرر ينتحر. سهلة. هو قرر ينتحر باش يعبر على الواقع المعاش اللي كيعيشو. أبو؟ على الرفض. على الواقع المعاش اللي كيعيشو. يعني هو قرر باش ينتحر يعني باش بمعنى اخر وبطريقه سلسه وحتى لا يكون هناك شنآن في البلاغه والحوار، حيث انه اراد ان يشتت الرمانه، يعني يفرقع الرمانه بلغتكم. يو 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 يفرشخ الرمانة. رشق وتيني يا يفرشخ الرمانة. الرم. إذن هو مسؤول على نفسه. طبيعة الحال. وي وكيخص المسؤولين ديالنا شوية يفهموا غوصهم وينقصوا شوية. وي وينقصوا شوية من أغلاط ديالهم. سير إلا كان غير الأغلاط حديت ولا حراج، المسؤولين كلهم أغلاط، والدليل على هذا هذا المسؤول اللي واقف قدامك هنا. تفضل. نكت مي. شوف فيا مزيان. أييه. أشنو ناقصني؟ أه؟ طول؟ كاين. العرض؟ كاين. الرق؟ كاين. الوقت؟ كاين. اشنو خاصني باش نكون وزير؟ كل شي كاين. سير ولي وزير، شكون اللي قال عليك؟ سير اخا ولي وزير، انا مالي، سير ولي وزير. وداك الشي علاش انتحرتي؟ وداك الشي علاش قررتي انك تنتحر؟ باش المسؤولين يفهموا بان بحالي ما خصهمش يتقصاو. انا كنحسك على هاد الموقف البطولي ديالك. لو ما كان المبادئ الحزبية ديالنا كتمنع من الزعماء القياديين أنهم ينتحروا، كون انتحرت قبل منك. ولكن دوماج، أنا زعيم قيادي. لا دخل لي، كاين انفلونزا الطيور. مشوار نقي. مدام عندك شي مشوار نقي. ميرسي. كتبكيو بزاف وما عندك حتى مشوار باش تمسح دماء. يا بكيت عليك ما بكيت لا مهوية. يا وفت والدي يا ما بكيتش قلت لي. على سبا خصك تبداهم، على سبا نخصيص تبوحيط تيك. ودابا إلا سمحتي غادي نضرب عليك واحد تعني. أيوا أنا تعني. هو قرار عدل النفس. ما تمشيش بعيد، غادي نعنقك من وجهة نظر حزبية. حزبية نعنقك ما كاينش مشكل. تاكلني. ها
انا كيكا. تفضل. شنو هي هادي؟ لا كارت فيزيت ديالي انا. انت نهاري كرري انت خير يخصو يعلمني انا بنهار قبل باش يلا نوجدو لك الترتيبات اللازمه ديالك، فهمتي؟ تفضل. pardon. وما تنساش ما تنساش تعمل اشاره للمناضلين الجدد اللي محتاجين بحال هذا الانتحار ديالك، تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ مازال غادي نعاودو غاجو عندك. تفضل استاذ. بدات اذا سمحتي دقيقه دقيقه. تفضل استاذ. ما سولتيش عبر يعني فاش غيصيفط هذا الشيء؟ يعني فاش غيصيفطوا؟ غيصيفطوا فاش ما بغى يصيفطوا. اي سي ميس عندك؟ عندك الاي سي ميس؟ لا والله ما خزنتولك. عندك الفيسبوك؟ بالعمى. اذا عندك الواتساب؟ ما عندي لا الواتساب لا الواد ملح لا الواد مرين لا الواد لو ما عنديش مع الوداد. لا اذا عرفتي اش غايجيك مليح، مازال غادي نعاود نرجع عندك وغادي نقول لك الطريقه باش غادي تكتب هذا الشيء وتصيفط لينا هذا الشيء. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ اوكي تفضل استاذ. تفضل. نو نو فام بابو فام. اوكي قدام القاورية. ماشي واش كتقول لها واد لو واد سمو؟ والله ما عنديش مع الويدان كيكونوا مسكونين. ما ادري ويش. بون انا عندي جوج ديال لي كاستيون. موضي فكرت هاد السيمانة نتوضى ان شاء الله لا بقى العمر. لا بقى نوصيك واحد الوصية. قبل ما تنتحر. عندك تشهد. علاش؟ ما دايزاش لي. كلتم؟ واكلتم؟ أول على أم. وأنتي ناشتيو؟ شكون؟ شكون؟ راجلك على كان شي واحد آخر. نسولك على الخد. خد ديالي. على الخد ديال بيبي اللي شاط على الغدا قويله درني الجوع. هادي ما كانتش على بالي. تفيقني باش تسولني على الخد. عادتي شفتي دابا تفيق امك الليل هذا والله لا ناسك. ياك وانا واخا صفيقتيني باش تسولني على الفخد نهار كامل وانا خدامه في الليل ما نلقى راحه. سير ما شيكش النعاس خلي اخرين ينعسوا. اجي بعدا قول لي مني كانت الماكله مخطوطه والطابله مزوقه كان شي واحد شاد لك يديك؟ تا واحد ما كان شاد لي يديا ولكن انا حيت شي امور ما خدامش اللي كنكون كناكل معاكم كتهزوا فيا عينيكم عمرني ما شبعت. تا واحد فيكم ما كان شاد لي يديا غير انا ما كنلقاش راحتي معاكم. فين عمرني انا وماما قلنا لك شي حاجه؟ يلا انا نقولوا لي نقروا عليا معاني وعليا باش انا ندير فيها راجل ونمشي نقلب على خدمه بحال زيادي ثم بالعالي قدام ناس كتمثلوا بلا مهلين فيا وانا حاس بالنقص قتلتوا فيا الرجوله. صافي صافي انا غندخل دابا للكوزينه غنوجد لك واحد الحاجه تسويت.
أنا تدوزي تلاسي سديتوا لي الشهية تي أمك أنا ندخل السم أنا بحالي أنا جنكب عليا الرصاص ونرقص راسي وشي خنبة ونهني راسي منكم ونهنى منكم يلا اش كيقول هذا؟ قالك بغى يقصل راسو؟ يخوي على راسو ليسانس؟ هاويلي شوشو شوشو واش نسرعك الماء جوج كتشعل؟ انشعل انا بوطا ناسين هادو انت كتنقول عليا شوشو نفقصلك بيضة قصتيني تيومك قصتك بايدة ما باغي لا بايدة ولا كحلة هاويلي تماك كترعب تيومك درتو ليا الطنسيو درتو ليا السكر درتو ليا موت شفتاف واش عمر شي واحد قال لك شي حاجه سمعتي شي حاجه انا سمعت يقولوا لي الناس انا نقول راسي شريت نعش الله يرحم والدي صافي قلت لك غادي نوجد لك شي حاجه وصافي واه اي ودوزيت نعش انا دوزيت نعش انا ما بغي ناكل حتى شي حاجه الشهيه ديالي تسدات شريت نعش حتى انا شوشو الله يهديك الله يهديك شوشو وصافي غادي قلت لك دوزيت نعشي ولا انا غندير فيها راجل ديال بصح دوزيت نعشي ما انا قلتهاش عادة بعدي مني واش اش عارف خرج من البيجامة سمعني انا نقول لك واحد الكلمة الراجل ديال بصح ما كيقولش لمرتو فين غادي ولاش غادي يدير زلتي واش اش عارف خرج من البيجامة موتوا عليها والافكار اللي موتوا عليها وهذا الشيء علاش تيبقى الموقف ديالك تاريخي وبطولي واللي الاساسي فيه هو وجهه النظر ديالك شتي هذا الكلام كاع اللي قلتو راه ما فهمت فيه حتى حاجه واني هاد القضيه ديال وجهه النظر قالها لي هذا الاستاذ ملي علق لي الويله شوف ماشي ضروري ماشي ضروري تفهم اه انت دابا في نظر الناس العاديين ميت مول الأمانة دار الأمانة ديالو ولكن في نظر الحزبي ديالنا حنا نظرية الحزبية ديالنا حنا ملي غادي تموت غادي تصبح حي دابا عاد وضرتيني ملي غنموت عاد غنحيا اكزاكتومون بون شرح له استاذ شرح له يا ودي راه وضرتني اوكي فهموا عافاك انا غادي نفهمك انا قد اخويا راه حنا ما قارينش بزاف فهمونا الله يرحم والديك تبع عقلك تبع عقلك الله يرحم والديك فهمني باردون شوف مزيان هاهو ملي كتكون كتشوف كتشوف ما كنشوف دابا اش كتشوف قدامك ما كنشوف والو علاش حيت ضرب عليك الضوء ملي كيضرب عليك الضوء ما كتبقاش تشوف الحقيقه كتبان لك الظلمه مع انها هي كاينه
ولكن ملي كيمشي الضوء عاد كيبان لك كل شيء. داكشي علاش كيقولوا الله يدينا في الضوء. فهمتي؟ لا لا استاذ سنتي يا استاذ جيتي تكحل عميتي. ندخلوا في الموضوع. دخل اخويا وشرح تسيروا معنا احنا ما قاريين سيروا معنا بشويه. المشكل ماشي حيت كتشوف. واش كتشوف داك الشيء اللي بغيتي تشوف اولا كتشوف داك الشيء اللي بغاو هما تشوف. مدام صمون بوكمون. الله يكشف. انا غنشرح لك بطريقه اخرى. طريقة سهلة. هيا الله يرحم والديك. بشوية بشوية علي بشوية بشوية بالمستوى ديالي. دابا ملي كتكون غادي في الطريق. غادي في الطريق الشارع. غادي غادي وكتشوف. إذا كتشوف. هيا ملي كتكون كتشوف مثلا كتدوز من حداك شي قرطاسة. غادي نخوي عليها. كتخوي عليها. أنا ما داويش على قرطاسة قرطاسة. انا راه داوي على قرطاسة سمراء. كدوز من حداك وحده قرطاس. ايه طولة. الله الله. شريده كيس عليا. كبيده. الله. العوينات. شعورات. سيخان. لابلاترين. وخليونا نحلموا شويه. سبي المثال الحبيب ورش عليا. إذن ملي هاد الشي كيدوز قدامك كتشوفها من وجهة نظر الشخصية ديالك واخا انت مجوج. كتشوفها وكيتلف لك الضرب من كثرة الزين اللي فيها. وكتبغي تنعى الشيطان. بغيت نعى الشيطان. كتبغي تنعى الشيطان. ايوا وما كيبغيش يطلع عليك. علاش؟ حيت حتى هو تعرف ليه الضرب. وملي كتشوف الناس كلهم كيشوفوا فيها انت كيعجبك الحال بزاف. حيت ما قاتلكاش انت بوحدك اللي تعرف ليه الضرب. اما ملي كتشوفها من وجهة نظر حزبية سياسية كل شيء كيتبدل. ما كيبقى يبان لك لا زين لا نجيب كري. وكتبان لك هذيك القرطاسه اللي دازت من حدا عينيك بحال شي جفاف. وكتولي انت قدامها ما بقيتيش راجل. اوه كيفاش ماشي راجل؟ غير التصور الجديد اللي كان ناديو بيه العيالات ما غاديينش يبقاو. حاولي نبقاو العيالات. كون هاني حتى الرجال ما غاديش يبقاو. واش غيبقى؟ الشابل. حنا وحنا كيف كيف بحال بحال ما فينا لا بغا ولا عجل. خنطون دابا تفهمنا. هذا بعد وضرتوا لي السبيب اللي كيتشاد. دابا انا تلفتوا لي النظار. من الصباح وحنا كنفسروا ليه. انا غادي نشرح له. انا غادي نحمر. نقول لك باسيون مدام. دابا حنا انت قررنا وقررتي بلي غات نتاح. حيت هاد الموت ديال الانتحار ديالك ماشي عاديه. وراءها ما وراءها. وكاين الناس اللي غادي يستغلوه. اذا ما خصهاش تضيع هباء منثورا. حنا ما محتاجينش الاموات العاديين اللي المقابر عامرين بهم. انسان ما كيموت عادي الله يرحمه. لا لا حنا في امس الحاجه. الموتى ايديولوجيين. سمعتي؟ سمعتي ولا لا؟ حنا في حاجة الموتى ايديولوجيين. سهلة بحال بوليسيلين. فهمتي ولا ما فهمتي؟ بوصالوجين شي حاجة بحال هكا. واش فهمتي؟ فهمتي ولا ما فهمتيش؟ اللي هما غادي يدافعوا على المواقف ديالنا بطبيعة الحال. إذا فهمتي اش قلنا لك؟ واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ واش حنا بالصباح ولا كنفسخوا ليك؟ من بعد وما غادي. واش أنت غتحققني ولا واش أنت كنت ولا ما فهمتيش من فضلك كنقولوا ليك بان لا تحصل.
زياد في إطار حقوق الإنسان عندك الحق تتكلم، ولكن ما تجاوزش ثانية وحدة. قول بغيتش المرحاض. نو وتقول لي واش بغيتي تاكل اعمري
عيانة حبيبة. يا لطيف على الله عندك الحق ماما والله الا عندك الحق ماما عندك. يا كماما ايه ولكن ماما شتي معايا هاد الشوش هذا راه تلف لي معاه ناقص وزائد وتلف لي معاه حتى الضرب. انا بغيت لي ضربات شي وياه سيدك تامي سيدك تاع سيد الحسن سيري تركضي مع الطنوطي ان شاء الله شي وياه. تفضل شنو هما هادو فلوس؟ حشا تاع الفلوس هادي الرساله الاخيره ديالك اللي غادي تكتب لينا وغادي تشرح فيها دوافع اللي خلاتك تنتحر وغادي تقول بانك انتحرتي اقتناعا بالمبادئ الحزبيه ديالنا. تفضل. ولكن انا لم كتبت والو. اعتبر راسك من دابا انت اللي كتبتي واخا حنا اللي كتبنا ولكن ما كانش الفرق انت هما حنا انما ما خصهمش يعرفوا باللي حنا اللي كتبنا لك ولكن ملي غيشوفوا خطك غادي يتاكدوا باللي انت اللي كتبتي. انا بيني وبينك كنحسدك على هاد الروح البطوليه اللي فيك ولكن سي دوماج زعيم قيادي ما يمكنش ليا ننتحر. زيدك هادي شنو هادي؟ هادي بطاقة ديال الانتماء ديالك للحزب ديالنا حنا مبروك عليك. تفضل. ولكن انا عمري ما تهز من دابا اعتبر راسك دخلت الحزب. تهزت من دابا وحتى من بعد اللي غتنتحر اعتبر راسك بانك قيادي في الحزب ديالنا. داكور كنظن مدام بان فطينا المشكل. وي شويه ماشي كل شيء مي شويه. ترتيبات اخرى نناقشوا من بعد هذيك حتى نشوفوا الناس ديالنا وغادي نعاودوا غاجوا عندك ونكملوا معاك ان شاء الله ما يكون غير خير. ها يلا خليتك على خير. بيني وبينك من كنتي دابا في الطواليت توضيتي؟ ناوي ان شاء الله السيمانه الجايه نتوضا. وعلاش وصيتك قبل ما تنتحر؟ قلت لي توضا وما تشاهدش. وعلاش؟ حيت قلت لي ما ديزاش الشهاده لشي واحد بغى ينتحر. تمام. هذه راه في الامانه. مزيان. راه غير ما كنبغيش نعيق انا كنفهم. بليت. وهذا مقوس هو اللي صدق. ويلي 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 ان شاء الله ما
تخافوش قلتهم عيطي عيطي البوليس البوليس لا لا بغيت نقول لها لا بيلانس حيت كانت مريضه لا بيلانس سيدي سيدي قبل ما تمشي 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 شوشو شوشو شنو داكشي اللي مخبي مور دارك ياك شوشو ياك 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 شوشو ياك عقل فيها ياك شوشو علاش هادشي كله علاش درتي لي هادشي كله علاش الا كنتي مقلقه عليا حيت انا كنقول لك دخل بكري انا ما قصت فيها حتى شي حاجه انا والله العظيم لا كيعجبني كيعجبني وكنتضرب مني كنشوفك معانا في الطبله والله زعما حيت انت هو زعما الراجل ديال الدار كتجلس كتزوق لينا الميدة بالحق كتشرب اكثر من القياس لطيف شوشو شوشو شوف شوف يا ماما ناري يا ماما كيخلعني كيخلعني ولا شوف شوشو شوشو انت بلا ما تخدم ما غاديش تخدم انت بلا ما تخدم كاع ماشي حنا راه عندنا رزقنا حنايا بلا ما تخدم اش واش عندك انت وياش عندك ماما هي اللي عندها رزقها ماما ايوا لا راه بغات تقول شوف ما تقول دوي معاه ولا غدار دوي معاه دوي معاه مشي هذا مزيان هذا مزيان شوشو شوشو اراديك الشنويه اللي مورا ظهرك ومن اليوم ما يكون لي خاطرك نسيب العزيز واش يمكن لي نفتح النافذه هل زقزقات العصافير وعيد الميلاد شتي راه واخا ما فهمتي والو غاتمشي معايا لعيد الميلاد ديال صاحبتي ديال نهار السبت يلا اييه بنتي قالت لك غادي تمشي يعني غادي تمشي دابا دروسكم قنعتوني انا وانا ثقت بكم ومن بعد واش غتقنعوني دابا بلي الحياه زوينه وخصنا نعيشوها ونكونوا متحابين وغادي تمشي مع بنتي لعيد الميلاد بس منك واخا ما غتشريش الكادو هي اللي غتشريه وانت غتعطيها للصوره الثاني الحلوه والمناظره اش بعدا علاش اخويا باغي تنتحر انت مالك اش خاصك عايش فابور مزوج فابور ساكن فابور كتصرد فابور مالك ايوا زعما راك مؤمن مؤمن موت بالجوع انت يا هادشي انت كتموت بالجوع وانت نهار كامل انت كتشط ملي فهمتو نتوما هكا خلونا ندبر محالي اويلي خاصك العقل شوشو دابا بلات دابا عاد وليت عقلي ملي فهمتو بلي غنتحر وخليني نتحر السلام عليكم شوف ما طيحش ليا روح انا في داري الا باغي تنتحر والله ومشيتي تنتحرتي يا حتى ندعيك
ماما راه عندها المعارف. ماما واه المعارف. انا يدي طويله والله يعملك. دابا بغيتو تدعوا لي المحكمه؟ اييه. وانتم بجوج راه جوج محكمات. احكمتو ونثبتو واللي عطا الله عطاه. دابا هذاك بو تقشيره واش غتخس تخلينا نعسو ولا لا؟ واه دارك ديالنا ما سيرش نعسو بلا ما كيشغلك هذا. زيد قدامك يا بقيتك مصيبة بقيتك مصيبة. قالك جنوي واني اعمل انتحار. شحال ولا ميت كل ما تخرج ليا ماركة. تعطلتي يا مدخول الوالدين. كان عليك باش تنتحر شحال هاد ما يمكنش. وكيفاش ما يمكنش؟ ما يمكنش قاعد كذابة على ود أن فكرة الانتحار من عندك جات. عدو ما فكرة الانتحار لا شيء نعرف. فخد أولي على من الفخد. وخ ما كين ده نديرهم عند الفخد. اللي بغيت نعرف اشنا هي العلاقة ما بين الفخد والانتحار؟ سهلة باش نفهمك. قول اسمع. درني الجوع دخلت الكوزينة ناخد واحد الفخد ديال بيبي كان شاطع الغدا يلا بغيت ناكل. وسمعت قرقيب على برا خرجت لقيت نسيبتي ومرتي شافوني خزنتو هنايا سحبوها جنوي العيالات ور قالوا غينتحر. سمعوها ما تكون هذوك السياسيين ولا ما تكون هذوك خيادنا بغاو يستغلوا هذه القضيه ديال الانتحار وناطت الروينه وانا فراشها المدالي. القضيه راه ما الفخد. كنظن كتحاول ما امكن باش تقنعني باللي انك راك مرتاح في حياتك. واخويا شكون اللي قال لك انا مرتاح؟ انا عايش على السطار طير بحالي بحال بزاف الناس ولكن من حقي نعيش. واش ما نعيش؟ عيش انت من حقك. هذا حقك باش تعيش. ولكن الرجال اللي كنعرفوهم رجال عند اقوالهم. اخويا انا خوال. انا ما عندي كلمه. ما عندي كلمه. ما عندي كلمه خوال. كنخاف من العراف. كنخاف من بوحو. من بوغطاط. عفريت ورجيله. كنخاف من جدارميه. كنخاف من خيالي. كنخاف من نسيبتي. انا خوال. بس تردني راجل صعب. ترى انا خوال. الرجال ولدي اقلال. الرجال كنعرفهم رجال عند اقوالهم. ما يديروش لينا بحال دوك بعض السياسيين اللي كيطلعوا وبيكونا بالخطابات وفي الاخير ملي كيبدل المنطق يديروا لك الجدف. اخويا انا باغي نعيش. ايوا
باغي نعيش اخويا. انا باغي اخويا لا جات ناكل تنشبع، ولا جاني الناس نعس وارتاح، واخا المنطع دي قصيره كنغطي راسي كيتعراو ليا رجليا، كنغطي رجلي كيتعرى ليا راسي، باغي نتكمش ونسخن والناس. اخويا انا باغي نعيش، باغي الا مرت نمشي لسبيطار المخزن يعطوني الدواء فابور. انا اخويا قالت لي كلتو مرتي بعد هاد السياسه، سياسه عندها موليها اللي كيعرفوا ليها تراك داخله من الشرجم. اخويا انا باغي نعيش انا. عيش كل همتك الحياه، الحياه يا ولدي يا كعيبه بكي هكا. الحياة أكثر وأكثر وأكثر داكشي اللي كيفكر في العقل ديالك. وأخويا ملي حكمتوا عليا أخويا أنا عندي لكم خاطركم وغنطهر ليكم. إذن ما عليك إلا تفهم كلامك. واخا سيدي. أوفى الرجال كلهم. والرجال وفهم بالهضره ديالهم. صافي سير كل هاني انا غنتهر. صافي صافي يا شدي. هو دابا شديتي المعقول. هذاك الشيء اللي كاين. حيد ليا من هنا. وتقول لي بعدا شكون هادو اللي كانوا عندك هنا؟ واش داوي على داكشي بان عينك يا ركاع؟ ولا داوي على هادوك الجوج اللي لابسين الكحل اللي ما خرجوا تطيحوا لي الحلاقم؟ والمهم اش قالوا ليك؟ قالوا لي الحقيقة. ها؟ اش من الحقيقة؟ تعجبتك هاد الحالة؟ حالت من؟ حالتي وحالتك. وحال بزاف ديال الناس، الزبونيه والرشوه والوسيطه. انت مالك انت مالك 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 انت مالك؟ ما تقوليش ليا مالك، ما تقوليش ليا مالك. انا خصني نقول كل شيء ونفضح كل شيء ونعنى على كل شيء. لا 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 لا، هاد الكلام ماشي ديالك، والله هاد الكلام ما ديالك. هاك شوف شنو هاد الشيء؟ هاديك البطاقة راه أنا وليت واحد الراجل مهم، عطاوها ليا دوك اللي لابسين الكحل. وليتي مهم؟ اه. بغيتي معاهم بعدا يقلبولك على خدمة؟ واش هذا فين كندوي فين داوي؟ أنا قلنا راجل مهم ونضرب أنا كلشي في زيرو ونسول على الخدمة، سير الله يهديك. إيوا علاش دويت؟ وعلاش دويتي معاهم؟ دوينا على الحقيقة. ها الحقيقة. يا كون عرفتي فين كتوصل الحقيقة ما تجبدهاش على فمك شوشو. ما كتفهمي والو. إيوا راني ما فهمت والو، شرح ليا. المسألة وجهة نظر. إيه. وكله ونظاره. والميت ملي كيموت كيحيا. والموتى هما اللي يقولوا الحق. هادشي واعر لك واعر لك، هادشي صعيب. لا 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 لا، ما بقيت فاهمه والو في هادشي ديالك، ما بقيت فاهمه فيه والو. انا غنمشي بحالي. اسمع شوشو، اسمع شوشو. آه. انا راني خايفه دير شي مصيبه وتندم عليها. بينك وبين البشر ماشي مشكل، ولكن بينك وبين اللي خلقك راه ما ينفعنا دابا شوشو. كلتو اشنو بها غليك؟ اشنو بها غليك استاذ نوطي
تقاطعتكم معاه اللحظات الاخيره اللي كرر فيها ينتحر. نصوغوا معاه فيلم. اش غنديروا؟ نصوغوا معاه فيلم. شنو تغلي فيلم مع هذا؟ كنظن ان زربنا شي شويه، علاش ما نخليوش هذا الفيلم حتى ينتحر؟ ديزولي، ما يمكنش، حنا يخاص هذا الفيلم هذا، حنا بلا انتحار ما يمكنش ينجح لنا الفيلم. بابا عندي سؤال. حنا الفيلم ديالنا يخاصو يزعزع الرأي العام. لكن عندي سؤال آخر اللي هو مهم كنظن. شنو هو؟ أنه أشنو الهدف من هذا التصوير ديال هذا الفيلم؟ واش وراه جني الأموال الطائلة أو الشهرة للحزب ديالنا؟ نو، احنا يخصنا الفيلم يزعزع علينا الرأي العام. دابا برافو عليك. دابا فهمتك. وسيادي راه آخر حاجة كنت كنفكر فيها هي القضية ديال السينما. ملي غتصوروا معايا الفيلم أبداو من الكوزينة، راه هي سبب البلا. فوتوجينيك. ألو. وجه سينمائي خطير. انا متاكده لو كان تعطاتهم فرصه يكون احسن ممثل. ولكن دوماج الصحف ما غاديه تكلم عليك حتى يكون مول الامانه دا الامانه ديالو. دوماج. واخا ما خدامش الساعه غتكون متي ولا عطاه. ودابا غادي ندوزو لبعض الترتيبات ولو انها كتبقى شكليه. زيد. اولا الجنازه ديالك والعشاء ديالك على حسابنا حنا. ما قصرتوش. الله يخلف عليك. هنا انا غادي نشرح لك ونصور لك كيفاش قبل ما تصور هذا الفيلم غنصور لك كيفاش غتكون الجنازه ديالك ديال السي. الجنازه ديالك اسيدي فيها ثلاثه حتى اربعه ديال الوثائق، حابسين الدروبه والسناقي، وغنديروا انتيردي من هنا وانتيردي من هنا وانتيردي من هنا وانتيردي من هنا وانتيردي من هنا وحتى انتيردي من هنا، يعني غادي كلها بلا انتيردي. وغادي نجيبوا لك لي تريتور، لي ميور تريتور، وغادي نجيبوا الطبالي والميات، وغادي نجيبوا الزرابي والكراسه، كوا كيشعلوا كل شيء مغطي، تريات، وغنديروا لك العونيات. لا. بغيت نقول المسمعين طلبة طلاب باش يقراو شويه عليك وكذا الى اخره. اما فيما يخص المقرر ديال الموائد اللي غتكون استاذ الله يخليك، ندوزو لا هذه مهمه سكوند، هذه مهمه، خلي شهادي في الموت، هذه مهمه فيها الحمل شويه. يعني الخرفان وغنديرو بسطيله بالحوت وبسطيله بالدجاج وبالبيض وباللوز. لا كاي غندير الحلو، لا الكاط وريد كعبق زاد، وغندير الكل يا وغنرمو المونا سلباي اللي ما سلباش وتعطل يخرج برد، يعني سل تبارك الله. بون ابيتي. ثانيا العائلة ديالك ما غاديش نساوهم في جميع المناسبات. القشاوش في عاشور وعيد كبير حولي بكرود. وعندك سيدي في عيد الفطر نكسيو لك الوليدات الدراري ونديرو عيد ديال الحب حتى هو نعاونو فيه، وعيد الإمرأة عيد الإمرأة عيد الأم عيد الأب عيد القب عيد الابن، يعني جميع العيد. شوف انتحر ولا عليك. والله يا سيدي هذا يموت برا. ثالثا واخيرا وهذه هي اللي غادي تعجبك بزاف 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 بزاف. كل سنة غادي نبداو نعملوا الذكرى السنوية ديال الانتحار ديالك. التعبين ديالك غنديروا عندنا في المقر ديالنا، وغنديروا لك عاوتاني الحلاوة والطبال، نجيبوا الطريطورات وعاوتاني الدجاج والماء ونديروا القهوة ونديروا الحمام ونديروا الحلاوة الشانتييه، نجيبوا الماكل ونعطيو الناس. صارت في السنه غنجلخوا الحيوط، غنديروا اللافتات، المرحوم كلا مشى ما كان هنا، واحد النهار كان هنا ما مشى كان صار ويت اوف.
جلائل كل الصحر خلي واحد خلي شوف شعيبة انت يموت على جنب غاحة انت يغتاح ودابا غادي ندوزو ندوزو للمسكي وي دابا غادي ندوزو الرسالة اللي غادي تكتب لنا بالخط ديالي يديك اكزاكتلي بيان سور غادي نكونوا سنينا معاك العقد ديال الانتحار بمجرد ما نتفقوا معاك الشيك ديالك ندوزو لك باري هب شيك ندوزو لك في الحساب ديالك باري ولا سيرتيفيي أصل فرق علي الشيك أستاذ بلاتي نفكر سيل فو بلاي احنا دجاج انا عندي واحد الملاحظه هذا ماشي نقطه نظام كمشه نظام يعني انه هو غينتحر لو فوندردي دونك الى عطينا الشيك لو ويكاند الابناك سادين كي غايدير وهو ميت غادي يصرف الشيك ديالو j'ai pas fait attention. Et ouais, chauffe comment? Chauffe, indique-chi hal akhar. Hal gay. Gay encore. Ah, gay là. Alors, on l'y a habba. Mazial. Mazial, pardon. Tu brilles en euro ou la bête d'arham ou la bête dollar? La boule à bismillah wari. لا نزولوا الأورو لا لا أنا اللي باش ندورو أنا بغينا إن شاء الله تقدر نسول إلا عطيناهم لك إسبيش أش غدير بهم؟ غنخليهم لمراتي كلتوم مزيان أنا يا علاش؟ أمها واعرة تكون مليح أها إذا أش غدير بهم وأنت ميت؟ عادين قبل ما نموت غنخلي من الولاد الخيريه سا سيتي تري بيان شوز برافو لا يو وشنو غيديهم المسؤول على ولاد الخيريه والله لا قام حاجه اذا شنو هو الحل في نظرك غادي ندفنو معايا لا لا يخلي الموارد ما يوردش والله يدعني يخلي بلاصتو نقيه سيبا مزيان دفنهم معاك تما ما ربما تعجبك شي حاجه تبغي تشغيها ولا حاجه ولا تشارجي تليفون ولا داك السوبر مارشي اللي في الشوكه وي سيبا مزيان تفضل هذه رساله اللي غادي تكتب لينا بالخط ديالي يديك تنظن تفهمنا استاذ فهمنا داكور خصنا نشوفوا لا فامي اوكي خصنا نشوفوا العائلة وي ديالو سوا سخونة بالزعتر البلدي ماما بغيتها تسلقك ان شاء الله مزيانش حيد يلا انا انتك ما تقول انا كنقترع عليكم جماع باللي الموت ديال هاد السيد تكون نهار الجمعة الله يخليك عليك والعشاء ديالو يكون نهار السبت لا غنديرو نهار اثنين راه نديرو السبت والحد ايه من طبيعة الحال ايه كون
قلتي ما خدامش ما ردامش كنت عطاها النعاس والتخير. هادشي اللي كاين هذا كاع النهارات عندو حدوده، كن هادي. لا سمحوا لي انا وي. انا ما يمكنش ليا نهار الجمعه، انا غادي لطنجه عندي واحد العراضه. مدام ديزولي ما يمكنلكش تسافر، غتقلي السفاره ديالك. عندنا جنازة مهمة بزاف، غتجي على الصحافة المسموعة والصحافة المرئية والصحافة البصرية، وغادي يحضروا مسؤولين كبار. على لا ما يمكنلكش تسافر ديزولي، خاصك تبقى معنا. علاش سرتي لهادشي؟ شعيبة؟ وي شعيبة؟ وي غدا شنو عندك؟ وبلاتي تنقلب لا جوندا ديالك. لا جوندا؟ وي من حقوش على لا جوندا. ربي عدي. راه راجل بنتي ديزي لهادشي. شوف لالا حنا كنعملوا الخدمة ديالنا لالا. وي شعيبة. تربي عندي أستاذة. تفضل. أنا راه عاشو أمور ليا مع دي كاع بحال بحال ديما نسالي. أباغي نفقس هذيك العقربة. برافو عليك. أسمعها. نعم حنا شبو درقة. نعم شوف، سوا اليوم سوا غدا حنا عندنا نهار السبت هو العشاء ديالك، صافي دير بان تيكوي. واش متفق ولا ما متفق؟ انا تبقى في الحال ما غنحضرش العشاء ديالك. هوب تاخذ في العشاء ديالك. شتي وعلى مكلخ القمه ديال التكلاخ. واش عباد الله كاين شي واحد كيحضر في العشاء ديال الموت ديالو؟ هذا ورا ما سمعتيش يا جاب مشوي وانا ما كنتوش وانا حي. إذن نهار الجمعة غادي نجيو إن شاء الله باش نودعو. أيه حي علينا من هنا. الو لالا فخيته لاباس؟ ايوا شتي لي ديك اللبسه؟ لا ماشي اللبسه ديال السخلي ديال الحرير. ماما قول لها التخشيطه ديالي ديال المليفه. سكتي انتي غتكوني لابسه حق الله ويلي، غادي يكون راجلك مات. الو شوفي وشتي لي ديال الحرير؟ اياه حيت ما تشوفي باس نسيبي غادي يموت هاد السيمانه ان شاء الله. ايوا خصني نحضر بيها هي ونستقبل بها العزايه ونبكي بها شويه. ايوا عندك الا ما وجدتيهاش غير خليها عندك. وشوفي انا غندوز لك بنتي للتوب باش تولي على عقلك. وي حنا دابا ملي تحدد النهار حنا ما كيهمناش السبت ولا الحد ولا الجمعه ولا حنا عندنا نهارات كلهم بحال بحال. وي وي دابا خاصنا نشوفوا كيفاش نستغلوا الانتحار ديالو. احنا بعدا هاد القضيه ديال الانتحار هي خصنا نستغلوا هاد الفرصه، لان مساله باش نقنعوا واحد باش ينتحر من اجل المبادئ الحزبيه ديالنا ما ساهلاش، ويعني صعيبه بزاف. ولهذا خصنا نستغلوا هاد الفرصه حتى في الانتخابات المقبله. انا عملت واحد البرنامج عجيب. وي غادي نبداو كل شهر غادي ننزلوا مقال صحفي خطير. طيب. وغادي نعملوا استجوابات مع الاحباب ديالو الاصدقاء ديالو. وغادي نعملوا سيدي نصوغوا ليه الفيلم وغنعملوا ليه الدبلجه. مزيان غنعملوا لك الدبلجه في الفيلم. عرفتي علاش غنعملوا ليك الدبلجه؟ علاش؟ باش يشوفوك جميع القنوات في العالم. القنوات إذا كيبقى عليك غير تشوف هذيك الرسالة مزيان وتطالع عليها وتكتبها وتحطها قدامك. داكور؟ فهمنا؟ وي نودعوا الناس ديال العائلة ديالو. نعاود نأكد ليك اللي خاصك تكتبها بالخط ديالي ديكا وتخليها مفتوحة. مفتوحة بالخط ديالي ديكا. اش فيه فلوس؟ دي أوراق تتعبنا قصدي. فهمنا دابا؟ هاني باي باي شيبة وغفوخ باي دابا سلامة دابا صافي برك متعوجي. غنتوحشك يا شعيبة غنتوحشك. شكرا ليا وانا غنموت صعيبة
غادي غادي شوف ايوا كيف قالوا ليك حسن خطاك صافي دابا غتولي مشهور واخا غنموت الا مشيتي فيها انت حنا وبقينا فيها عندك 4 ديال الاختيارات الاختيار الاول ماضي عندك تحضره اختيار الثاني بيستوري والله يخلف عليك لا والله الا جيتو محمين الله يخلف عليك الله يجازيكم راه يخلي بلا فميله كرواتيا اختيار الاختيار الثالث ثالث اسمحي لي في البريكة هاي نال شنو هذا؟ البريكة شانسة لا شنو هذا؟ لا ليسانس أرقاد؟ لا ليسانس البريكة واجيبوا العرادة تكون برا ولا؟ عطي البريكة ده الفجس الرابعة هو بعدا نصوب حالتي وقاد روغرافاتا زينا قدام الناس نزين بها ياك لا لا كورت دو بوتاس المكنسه الله يحفظك بارك الله فيك خير راينا جيتو متقلين سمحوني لا شوف انت يا عزل اللي بغيتي اختار اللي بغيتي اللي عجبك الله يخلف عليكم رات معي خلي بلا حباب الله يخلف عليكم سمحوا لينا تفضل شعراتكم هذه المهم انتهت خليناك على خير شعيبه شوف مزيان مزيان شوف سي با لا بين تشهد غادي نعطيك علاش نعاونوا عليك داكور تفضل يلا انتحر بمحض ارادتي ولا أتحمل مسؤولية هذا الانتحار أنتحر بسبب الزيادة في الأسعار وما ترتب عليها من أضرار على جيوب المواطنين أنتحر بسبب الضرائب الخانقة أنتحر بسبب ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء أنتحر بسبب أزمة الجفاف الخانقة التي تسببت برفع أتمام لحم الأبقار والغنم والدواجن أنتحر بسبب قلة الصحة وضعف التعليم وارتفاع ثمن العقار علاش ما تنتحروش نتوما ولا انتحر شو صارحني واش بصح لي تناوي تنتحر الهبيله كان شي واحد كيبغي ينتحر كيقول العباد الله ولكن علاش الطياره نهار المطار وانت كتكتب وتقطع في الوراق وقال لي كتب شي حاجه وقال المؤلفين يمشوا للحبس كاع المحاميين اللي كيكتبوا شي حاجه ويشربوها مودعين راه كاع كيشربوا الوراق كيكتبوا ايوا ولكن انا هذوك الشلابيه اللي دايرين بك انا ما عاجبينيش وزيد عليهم بتمك ما تشبتش ماما على فمك خلي عليك ماما في الثقه ولا نعيط عليها هذيك امك انا اللي كنعرفها اللي شافتها ديالها واللي ما شافتهاش عندها فيها النص انا بقيت فاهمه والو في هذا الشيء ديالك والله الا انا راه تخف لي الضرب معاك تخف لي الضرب معاك هادشي صعيب هك
نعرف والله الا ما يشوف هذه عاوتاني. لا ماشي عاوتاني، هذه واعره هذه فيها 20 عام ديال الحبس. ولاو ابون مو مع واحد الحجم، انا راه وليت مهم. شتي فكرت شحال من واحد عطى عليها دم جوفو باش يدخل القبه وما دخلش عايزو. وهاد لاكارتك هادي جات من لاكارت ناسيونال وجات من الباسبور. هاد لاكارت كدير طريق في البحر وفي البر وفي السماء. شحال واحد غيدركها وما دركتهاش ودرتها معاه. لا صافي انا راسي قلت لك انا تلف لي معاك الدار. لا صافي ما لقيت فيها والو، تلف لي معاك الدار. صافي صافي الله يعاون. انا مشيت في حالي مشيت خدمتي شوف حالي. كنتم خلت النفس باش نعيشوا مع هاد الناس. وعلاش لا؟